في تصحيحات في غاية الأهمية أيضا وغاية التقنية في الصعوبة، لما بنسيل أو بنصحح تأثير إضاءة الشمس اللي احنا نراعيه ان لنفس المكان مرة الشمس بتظهر في المنطقة دي في الصيف بزاوية، ولنفس المكان بتظهر في الشتاء بزاوية أخرى. وبالتالي لو أنا فرضت كما هو ما واضح قدامكم في الصورة اللي قدامكم الزوايا المختلفة بتاع زاوية سقوط الأشعة بتاعة الشمس، فإن أقصر مسار لما تكون الأشعة بتاعة الشمس على قدر المستطاع شبه عمودية على سطح الأرض، لكن بوجود زاوية لسقوط الأشعة بطول المسار اللي بتمشيه الأشعة بتاعة الشمس. طالما ان المسار اللي بتمشيه وتخترقه من غلاف الجو بيطول، فتأثير الغلاف الجو بيزيد كل ما كانت الزاوية ديت منخفضة. يبقى كل ما كانت الزاوية شبه عمودية تأثير الغلاف الجو بيبقى أقل شوية، ولما بتبقى الزاوية بتاعة الشمس منخفضة شوية فدي بتبقى تأثير الغلاف الجوي بيزيد شوية. طيب الشمس والمدار بتاعها والالتفاف في الكرة الأرضية حوالين الشمس، فبنلاقي ان البوزيشن بتاع الشمس بيختلف من وقت لوقت آخر، والمسافة ما بين الشمس والأرض بيختلف من وقت لآخر. أيضا الارتفاع بتاع الشمس والشعاع فوق سطح الأرض بيبقى ليه تأثير وبيأثر على قيم البيكسل، والزاوية بتاعت السقوط بنصححها بالقسمة على جاء الزاوية بتاع السقوط للأشعة في كل مرة. وبالنسبة للمسافة بين الشمس والكرة الأرضية أو المسار اللي بيمشي الشعاع، بنلاقي ان بطول المسافة طبعا الأشعة بتقل بتاعة الشمس، والكلام ده بيتناسب عكسي مع المسافة. نقدر ان احنا نبص الكلام ده تأثيره ازاي رياضيا، والكلام ده بيبقى نشوف ازاي نعالج تأثير الإضاءة بتاعة الشمس. فبنعمل عملية نورماليزيشن للأشعة العمودية على سطح الأرض للمكان. فزي ما انتوا شايفين كده ان المعادلة الأولى الجزء الإضاءة اللي بيصل إلى الأرض في الصورة المصححة بيبقى اللي واصل ومقسوم على الساين سيتا بتاعة الزاوية اللي سقط فيها الأشعة. ممكن ان احنا احيانا نعمل نورماليزيشن لريفرنس بتاع زاوية معينة. يعني ايه؟ يعني ممكن ان احنا نستخدم الزاوية بتاعة الشمس بتاعتنا وننسب الكلام ده للزاوية بتاعة اللي جاية في موسم آخر. فإحنا نيجي نقول إيه على سبيل المثال إن في هذه الحالة الريفليكتنس اللي هيكون جاي لنا عندنا الساين سيتا للتايم 2 على الساين سيتا بتاع التايم 1، ويبقى في هذه الحالة إحنا بنعمل ريفرنس لزمن او وقت اخر. يعني مش شرط ان انا في كل مرة هنسب الكلام ده الى الزاوية لما تكون الاشعة عمودية الى اسفل. هنا ممكن احنا نستخدم
الاليفيشن انجل بتاع الشمس، ممكن ان احنا نشوف احيانا احد اللاند كفر الثابته في الاشعه بتاعتها والريفلكتنس بتاعها ونقارنها من موسم الى موسم، كما هيتراءى لحضراتكم تفصيليا في الملف بتاع البي دي اف اللي هيكون مرفق بالمحاضرة دي. كده نتكلم على الطرق العامة المختلفة للاتموسفيريك كوريكشن. في الطرق بتاع الكوريكشن الكوانتيتيف ممكن نحن نتبع اي طريقة من التلاتة اللي هنذكرهم حاليا. الطريقة الاولانية ان احنا نعمل تو ريفلكتنس ميجرمنت، مرة في الفيلد مع سبيكتر راديوميتر في نفس الوقت اللي بيتم فيه التصوير على صوت القمر الصناعي. يعني لازم اكون عارف مسبقا ان القمر الصناعي هيصور في اليوم الفلاني في الحتة الفلانية، يبقى الصورة هيكون في الميعاد الفلاني في اليوم الفلاني، انا اكون في الفيلد. وانا هكون في الفيلد في هذه الحالة مستخدم سبيكتر راديوميتر، هو ريفليكتنس ميتر يدوي بشيله في ايديا وببتدي اخد قياسات للاجسام اللي انا عاوز اعمل لها ريفرنس بنفسي من على الجراوند. مرة هشوف القراءة من سطح بيعكس الطاقة 100%، ومرة هاخد القراية من سطح الجسم اللي احنا بندرسه، ثم هنقارن نحسب كده الريفليكتنس بتاع الجسم دوت ونقارن القيمة ديت بما تم تسجيله في صورة القمر الصناعي. يبقى احنا كده الجلوبال كوريكشن اللي احنا عملناها المخرج بتاعنا هيبقى ريفليكتنس وراديانس عادة. طيب دي طريقة كويس، وهنشوف كمان شوية او نشوفها في الشريحة القادمة بإذن الله ازاي الكلام ده بيتم. الطريقة التانية ان انا بستخدم سطحين ريفرنس كمقارنة واشوف الكوريكشن، والمخرج بتاعها في هذه الحالة بيبقى ديجيتال نمبر مش ريفليكتنس زي الطريقة الاولانية. الطريقة الثالثة ان احنا بنشوف بعض الترانسفير مودلز اللي بتقيس لي او بتصحح لي الاتموسفيريك كوريكشن دوت، سواء بتعمل كاليبريشن للظروف الجوية بتاعت الصورة وبنطبق الموديل وينفذ الاكويشن عليها، وبتبقى في فاريشن كتير في المودلز ديت، بعضها بيبقى ليه اكيورسي عالية وبعضها بيبقى ليه اكيورسي قليلة. نشوف اللي احنا قدام حضراتكم، السلايد اللي قدام حضراتكم دلوقتي هو الطريقة المانوال اللي احنا بنعملها في الفيلد لقياس الريفليكتنس. بيبقى في عندي ريفليكتنس سبيكتروميتر، وزي ما هو واضح كده في الصور هو عامل زي الكاميرا الكبيرة، وبنقدر ان احنا نتحكم في طول الموجة بتاع الطاقة اللي داخلة جوه ونسجلها، وممكن القياس يتم رأس الاسفل علشان نعمل سيميوليشن لظروف القمر الصناعي زي الصورة اللي على الشمال، وممكن ايضا ان احنا بنفس الانجل بنفس الزاوية بنفس الظروف نشوف مرة على بانل زي ما انتم شايفينها كده في الصورة، بانل بيضة مدهونة بباريوم سلفيت بنفترض ان هي بتعكس كل الطاقة اللي بتنزل عليها، فبنحط بنفس الزاوية اللي مثبتين بيها السبيكتروميتر، ناخد القراية من على البانل، ثم الزميل يبتدي يشيل البانل وناخد القراية من على الجسم اللي احنا بتاع الغطاء الارضي ونقسم الاثنين على بعضيهم يدينا الريفليكتنس زي ما هو واضح كده في الكيرفات الموجودة تحت الصور. بعد ما اخد القراية ديت نبتدي نغير الطول الموجي وهكذا، ماثل نفس الاطوال الموجية اللي موجودة في صورة القمر الصناعي.
زي ما احنا شايفين كده بيتدرب زملاء من افريقيا، واحد من تنزانيا وواحد من نيجيريا، على استخدام الجهاز بتاع السبكتروميتر في قياس الحقل في الفيلد.